السلام عليكم. عليكم السلام سيف. نعم اتفضل. حضرتك كنت يعني كنت مبهدل يعني في الايجارات وكده، فكنت عايز اسال على حضرتك عن ان انا اخد مثلا قرض وكده واجيب مثلا شقه، لان كل شويه كل سنه مثلا اتنقل من شقه لشقه وكده، فكنت عايز اسال على القرض مثلا. التنقل من شقه الى شقه افضل من عذاب جهنم، لان الربا كبيرة تورث النكد في الدارين، وقد أخبر الله أنه يحارب المرابين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فانتهي، ويسير أن تنتقل، ولكن ليس من اليسير أن تنفك من عذاب الله سبحانه إذا رابيت، عياذا بالله من ذلك.